فندقيه، وغرفه فندقيه تريبل. يعني انت لاحظت اول ما دخلنا من باب الاوضه، باب الاوضه بره تمام، لقيت في سلم ايدك اليمين، السلم ده بيودي على الدور اللي فوقينا، والسلم ده مكمل لحد الدور الاخير اللي هو فيه المشربيه. فكان انا واحد تاجر جيت وخدت الثلاث غرف فوق بعض بنظام التريبل تمام، بسلم داخلي. انا لو قفلت الباب من بره محدش يقدر يخش عليا، كان انا جاي ومعايا كمان ناس، يعني انا مش هقعد لوحدي في الاوضه. فكان ده المكان اللي ممكن اقعد فيه واستقبل فيه الناس، واطلع فوق هتلاقي في مكان تاني زي المعيشه، واخر دور خالص اللي هو يعتبر غرفه النوم اللي فيه مشربيه تمام. ففكره الغرف التريبل دي في العصر ده، في العصر المملوكي ما كانش شائع، لكن الاركتكت وقتها فكر تمام، وبدا يعمل تنوع في الغرف، وعمل غرف سنجل وغرف دبل وغرف تريبل بالشكل ده. هنطلع بقى واحده واحده، لو عاوز يطلع على السلم ده بس خد بالك عشان هو واقف تمام، وعاوز تبص بقى على الدور اللي فوق، وتبص كمان على الدور اللي بعده اوكي، عشان تفهم يعني ايه غرف متصله مع بعض اللي هي بتطل على الفناء المكشوف اللي هو في ظهرنا ده. يلا.